حاضرين في سباق همم سعيد ان التقي بحضرتك في جرام باسم الكريم محمد ريامي محمد سعيد ريامي مدير العلاقات العامه في فريق. كيف كان استعدادكم اخ محمد لهذا السباق؟ والاستعداد كان قبل فتره طويله بناء على نجاح مسؤوليه اشاده الجميع على الاستمراريه. فريق العمل كون خطه عمل واعلنا عن السباق في في شهر 8 كان متاح الى شهر ونص للتسجيل. جميل. واغلق التسجيل في نهايه اكتوبر وبعدها يعني شاركوا هذا العدد الحمد لله رب العالمين 421 في السابق ما شاء الله من 36 دوله ما شاء الله. الان هذا البرنامج من حكمه اختياركم يعني يبدا من الان راسي في ترديده راس على الجبل ثم العوده الى هنا بالقرب من مسجد العاربه والفلك، ما الحكمه من هذا الاختيار الجميل؟ يخدم عده عناصر جميل منها تراثيه سياحيه اقتصاديه اجتماعيه ابراز العوامل والاثر العماني يعني يبدا من مكان اثري جميل وتضاف الى هذه القيمه السياحيه للبلد التعريف بالبلد مشاركة أكثر من 36 دولة ما شاء الله في مشاركات مختلفة هذا يعطي انطباع جميل للزائر أو للمواطن حتى بعضهم يعني يتعرف على المكان يلتقي بأصحابه أيضا العامل التجاري الاقتصادي يتحرك المحلات المطاعم زيارة المكان يعني يكون بشكل أوسع. ما هو تقييمكم للتجربة؟ هل ترى أنها تجربة ناجحة؟ كوننا نجاح النسخة الأولى نعم وعطاء الشباب حماسهم واستمرارهم في الاستمرار جميل أثبت أنه يعني الاستمرارية مطلوبة جميل ولازم يعني نطور في كل مرحلة أو نضيف بعض اللمسات أو الأشياء اللي كانت ما موجودة في النسخة الماضية والحمد لله رب العالمين يعني يبدو ان الامور طيبه الحمد لله. رساله تحب ان توجهها للرياضيين لمن يحب هذه الرياضه رياضه الجري الجبلي. طبعا هو الرياضه بصفه عامه رياضه مهمه سواء كان المشي او الجري ويعني فيها عوامل تفيد الشخص يعني صحيا نفسيا اجتماعيا ايضا يلتقي بالاخوه يتعرف على علاقات وترابط ما بينهم يعزز القيم بين الافراد ويعطي انطباع جميل للعوام. جميل جزاك الله سعيد بارك فيك اسال لكم المزيد من النجاح والعطاء امين بدعمكم الله يوفقك ان شاء الله.